اجتمعوا لأسبوعين في مدينة جزين في لبنان، تبادلوا الخبرات والتجارب الموسيقية وأغنوا شخصياتهم بعلاقات إنسانية متنوعة وجديدة. هم شبان وشابات سوريون لبنانيون وفلسطينيون اجتمعوا في مخيم موسيقي صيفي بدعم وتمويل من السفارة الأمريكية في بيروت. تجربة نقلها من الولايات المتحدة الموسيقي سامر الشامي الذي عاش واحدة من أجمل تجاربه في الحياة عندما شارك ضمن مشروع وان بيت التي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية. البرنامج شكل من التواصل الثقافي الفعال لأنه لا يرتكز على جمع الناس كي يتناقشوا في القضايا الاجتماعية والسياسية، بل ليتواصلوا من خلال الموسيقى. الموسيقى لغة عالمية وطريق يضع البشر على نفس المستوى ليتشاركوا أفكارهم بطريقة سلمية، على أمل أن تمتد هذه الفكرة خارج إطار الموسيقى فقط. حبيت أعمل شيء مثل وان بيت بس بلبنان، وطلعت بفكرة سوا اللي هي أنه نجمع شباب لبنانية سورية فلسطينية، شباب وصبايا، وكلهم يكونوا موسيقية ونتعلم من بعض. أنا يعني humanly وبالموسيقى كمان. أنا يمكن متعود على الموسيقى الشرقية أكثر من الموسيقى الغربية، ما كثير فايت بجو الموسيقى الغربية. أنا هون تعرفت على عالم بيعزفوا أنواع مختلفة أنا ما كانت براسي أو ما كنت مهتم فيها. الانسترومون تبعي من أستراليا وهو يعني منه كتير معروف بهذا البلد، فكتير حبيت أنه قبلت بهذا الانسترومنت ل يعني نعرفه أكتر نستعمله. مشروع وان بيت شكل من أشكال الدبلوماسية الثقافية القائمة على تقريب الشعوب مهما اختلفت أعراقهم وديانتهم وثقافاتهم، وهذا نموذج حي من لبنان. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، منطقة جزين، جنوب لبنان.